زهير ما كيسمعش وما كيدويش، مرتو ما كتسمعش وما كدويش. لي هو تيحط صندوقه تيكتب داك الشيء تيلصقو باش يجي شي واحد يقرا ديك الوثيقه ياك بحال الرساله باش يتعامل معاه، ولكن ما كاين حتى واحد ما تيتعامل معاه. دور صحاب هاد 3000 محل كيفاش نعاونوا هاد السيد هذا؟ كل شيء يمكن ليه يشوف هاد الفيديو وتيعرفوا كاين واحد هو اللي مقابل الجامع، هو اللي كيسيقو، هو اللي كيضرب فيه تماره، والقمه في المعاناه، ما كيتكلمش ما كيهضرش. ولا اكثر من ذلك تقدروا تستفسروا هذه المساله، انه مول المحل البقال كيتسالو وما تيقدرش يمشي في العشيه في سلاسل الدرب غلف، ما تيمشي حتى الليل تيسد مول المحل. الناس ديال درب غلف انا غادي نقول لكم زهير شنو غادي يدير دابا، انه الماء ما كاينش تما، كتعرفوا نتوما العوينه فين كاينه. عرفتي شكون اللي كيجيب الماء؟ مرته اللي ما كدويش وما كتسمعش، كتمشي كتجيب هذاك الماء باش هي تسيق دوك الزرابي باش الناس تصلي. القمه في المعاناه. وفي الاخر مول الحانوت راه تيتسالو، والصنيديقه عنده صغيوره ديال الاطفال تاع درهم تاع 40 ريال. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كما كتبعوا معنا الحلقات ديال مول الجلابة مع الفقراء. الآن كنتواجدوا على جد مقربة من درب غلف، درب غلف اللي بطبيعة الحال فيه أكثر من 3000 محل. درب غلف موقع استراتيجي في التجارة بشكل كبير، والأغلبية كيعرفوه بالهواتف النقالة وكذلك مجموعة من الآلات الأخرى. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع معنا زهير. زهير هو مكلف بالمسجد، هو اللي كيسيق المسجد، هو اللي مهتم به بشكل كبير، مع الزوجة ديالو وولده. زهير ما كيسمعش وما كيدويش، مرته ما كتسمعش وما كدويش، ولدهم عنده 14 سنة. القمة في المعاناة. مشاهدينا الكرام مول الجلابة غادي يعطينا حيتيات هذا الملف، غادي تشوفوها معايا، تبعوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدير لاباس؟ لاباس الحمد لله. سمعتيني شنو قلت؟ بغيت نسولك على الوالد ديالك، شحال هو خدام في هذا الجامع؟ مني تزاديت. لكن الصوت مرتفع شويه باش نسمعك عافاك. مني تزاديت وانا صغيره. وباباك خدام تما؟ باباك خدام تما، والمعلومات اللي عندنا انه حتى كان مسكين هو الاخر ما عندوش. هو اللي كيسيق الجامع ودير واحد الصنيديقه غادي نوضعها في الشاشه. هاد المعلومات كيفاش كتعيش انت معاهم في الدار؟ الوالد عنده ما عندوش؟ كيفاش كتقرا؟ كيفاش كتعيش؟ دابا انا ملي هو تيحط صندوقه تيكتب داك الشيء تيلصقو باش يجي شي واحد يقرا ديك الوثيقه ياك بحال الرساله باش يتعامل معاه، ولكن ما كاين حتى واحد ما تيتعامل معاه. ياك واخا انا غادي نهضر مع الوالد ديالك، تقدر تعاوني بالاشاره؟ ها كيدير لاباس عليك؟ تقدر تشرح لي انت بالطريقه ديالك اذا كان ممكن تساعدني؟ اجي معايا هنا وشويه بحال هكا. كيفاش كدير في السوق؟ قول لي كيفاش كيدير في السوق؟ وعليكم السلام. قول لي هنا في السوق كي كدير مع الكرا وشحال كاري؟ قال الخدمه كاينه شويه وهذيك ما كاينش بزاف بحال. عندك باش كتخلص الكرا؟ سولو عام وهو خدام هنا. مشاهدينا الكرام هي صعوبة لأنه ما تيتكلمش وتيتكلم بالإشارة، والمعلومات كذلك اللي عندنا أنه الزوجة ديالو كتمشي للمحلات وكدي معاها توصيل،
ديال الكرة باش يجمع مسكينة تخلص داك البويات الصغير اللي عندهم، عندهم أربعة ديال الوليدات ب 14000 ريال. أنا غنحاول معاه في الإشارة إلا توفقت. واخا حاول تشوف شنو كتقول وكشرح ليا. قالت لك كاين هي تتسيق وهذاك الشيء تيتعاون معاه بشويه شويه تيعطيوها هذوك الفلوس شويه شويه. وهذاك الكرا اللي كتمشي تاخذ الروسي هي وكتدور على المحلات. ايه تدور عندهم وتتقول لهم عطوني عافاك مولا الدار تتغوت عليا وهادي. كتقدر بحال حتى يصدقوا عليها. شكرا لك يا ربي. هنا غادي نشوفوا الا كان ممكن بغيت مول الجلابه هو اللي يجي لعندي. هي صعوبه في التصوير لانه ما تيتكلموش. غادي الا كان ممكن تسلمها للاب بشكل مباشر. قول لي راه واحد السيد مول الجلابه نتبع القصه ديالكم غادي يساعدكم في سبيل الله. لا راه صافي 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 راه وصلها عليه صافي. سمعتي واش قال؟ قال لك يا ربي سهل عليك. الله يسر لكم يا ربي. مشاهدينا الكرام انا غنتوسع في الموضوع لنفسي. وانا كنقول السميه ديالو والناس ديال درب غلفت يعرفوه. هذا السيد سنين طوال هو مقابل المسجد تتصليو تيصيق تيجفف. عنده اربعه ديال الوليدات ما كيدويش وما كيسمعش. الزوجه ديالو كذلك القمه في المعاناه. علامه استفهام فين كتطرح 3000 محل. لماذا؟ شي اطار نشتغلوا عليه كاملين. يد الله مع الجماعه ونامنوا هذا السيد لهاد الوليدات فشي منزل مثلا بشي جمعيه اللي كاينه في درب غلف. نساعدوه على التمدروس ديال هاد ربعه الوليدات. سمعتوا ولدو عنده 14 عام ما تيسمعش وما كيتكلمش وتيصيق. والاكثر من ذلك الابن تيتكلم على ديك الصندوقه والام كتمشي للمحلات وتقدم لهم الروسي تقول لهم عافاكم راه مولات الدار كما قال الابن راه غادي يطردنا. وحنا فين؟ في درب غلف. ودرب غلف مكتسح العالم. النداء للقلوب الرحيمه. انا عطيت الرساله. هو حتى شي واحد ما بز منه انه يدير الصداقه ولكن عند الله سبحانه وتعالى شوف القيمه ديالها كي دايره. دورنا هو ايصال هذه الرسائل الى من يهمهم الامر. مول الجلابه بحث في الموضوع مشكور قدر يساعدهم الله يقبل اجره اللي هو بطبيعه الحال ما تيبانش. دور صحاب هاد 3000 محل كيفاش نعاونوا هاد السيد هذا. كل شيء يمكن ليه يشوف هاد الفيديو وتيعرفوا كاين واحد هو اللي مقابل الجامع هو اللي كيصيقو هو اللي كيضرب فيه تماره والقمه في المعاناه. ما كيتكلمش ما كيهضرش. ولا اكثر من ذلك تقدروا تستفسروا هذه المساله انه مول المحل البقال كيتسالو وما تيقدرش يمشي في العشيه في سلاسه درب غلف ما تيمشي حتى الليل تيسد مول المحل. وهذا الكلام قالوا لينا مشاهدينا الكرام القلوب الرحيمه. ارجوكم هذه رساله اننا نهتموا بهذا السيد في سبيل الله نظرا للاعاقه ديالو نظرا للزوجه ديالو اللي حتى هي نفس المعاناه ما كتسمعش وما كدويش. والاكثر من ذلك خادم الرجال سيدهم. شو هذا السيد اش كيدير؟ تيخلق واحد الاريحيه في بيت الله باش تصليو في الاريحيه ديالكم. وهذه شي حاجه اللي القيمه ديالها كتقدر عند رب العالمين. لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع الناس ديال درب غلف انا غادي نقول لكم زهير شنو غادي يدير دابا. حنا مقبلين حنا في شعبان مقبلين على رمضان وهذه المساله معروفه انه كاع الزرابي ديال الجامع غادي يخرجهم والحصير. والاكثر من ذلك انه الماء ما كاينش تما. كتعرفوا نتوما العوينه فين كاينه. عرفتي شكون اللي كيجيب الماء؟ مرتو اللي ما كدويش وما كتسمعش. كتمشي كتجيب هذاك الماء باش هي تصيق دوك الزرابي باش الناس تصلي. القمه في المعاناه. وهنا كطرح علامه استفهام. كندخلوا لدرب غلف كنصليو ولكن ما خفيه كان اعظم. نبحثوا على المعاناه ديال جنود الخفاء اللي اجرهم محسوم على الله عز وجل. ولكن دورنا كعباد بيننا الله عز وجل قالنا يد الله مع الجماعه.
هاد السيده اللي ما كدوش وما كتسمعش كتمشي حتى للعوينه كتجيب الماء وكتصبن الزرابي وكتصبن هذاك الشيء كامل هو وياها باش حنا ندخلوا نصليو. هاد الشيء تيدار كل شعبان رمضان وهو في هاد اليومين غيبدا في هاد الشيء. وفي الاخر مول الحانوت راه تيتسالوا والصنيديقه عنده صغيوره ديال الاطفال تاع درهم تاع 40 ريال حديت ولا حرج في امور اخرى. مشاهدينا الكرام القلوب الرحيمه رأفة بهاد العائلة القمة في المعاناة ناقشناها اجتماعيا انسانيا صحيا باش حنا نلقاو زربية نقية ونصليو. هذا هو اللي محسوم اجر مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.